جيت ندير معكم دابا لا صوص ديال الدجاج اللي غادي ندير دجاج بحال ستيل كنتاكي. كنحتاجو فيه دجاج بحال هكا، يكون هكا طويول، ولا ديروه عراضين، شوفوا نتوما ستيل اللي بغيتو. من الاحسن البنات ديروه من في الليل مرقد، داكشي علاش دابا غنرقدو معكم من في الليل على حساب الغدا ديال غدا. دونك من الاحسن البنات الا كنتو زعما مزروبين على الاقل واحد ساعتين ديال المكانه، كل ما ترقد البنات كيجي في المذاق ديالو بنين بزاف. دونك كيف قلت لكم البنات غنحتاجو هذا الدجاج. وبالنسبه للعطريه شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو صوص موطار ديال البنات، ياك غادي نحتاجو العصير ديال الحامض او لا الخل ديال الحامض، شوفوا اللي عندكم. غادي نحتاجو السكنجبير بودره، البزار، لا بودغ ديال الثوم، صوص سوجا ايبيس او صوص سوجا وغو ديال لي شامبينيون. هادو مع البنات اختياريين، تقدروا ديروا غير صوص سوجا العاديه او لا كريم فريش، لا كريم ديال الطياب او لا دانون مسوس، شوفوا نتوما عاود اللي عندكم. هادو كاملين غادي ناخذ هنايا، سمحوا لي البنات غير غنديرهم هنايا باش نبدا ان شاء الله الترقاد ديالي. ناخذ هاد المعلقه هادي كبيره هكا ديال لا موطارد. الا عندكم البنات ديك لا موطارد اللي كتكون بلوغو ديال العسل حتى هي ديروها، اولا ضيفوا لها العسل حتى هي تجي حلوه زوينه. هندير هادو كاملين بحال هكذا البنات، فوالا، وغادي نزيد عليهم العصير ديال الحامض. السكنجبير يكون فريمون كثير البنات حيتاش هو اللي كيحيد ديك داك لوغو ديال الخايب ديال سميتو ديال الدجاج. والليكيد ديال هاد اش كيقولوا ليه، الليكيد ديال الطياب. غنخلط كل شيء هاد الشيء وغنخليهم يترقدوا حتى لغدا ان شاء الله باش نبداو الطياب ديالهم. فوالا غادي نغطيهم دابا بفيل اليمونتير البنات، وغادي نسد عليهم في الثلاجه نخليهم هكا يترقدوا الليل كامل، وغدا ان شاء الله نقول لكم شنو غادي نديروا بهم. يلا البنات صباح الخير عليكم البنات. جيت عند صاحبتي باش نفطر انا وياها وبنت لوستها، فوالا جالسين هكا مع بعضياتنا. هنا غادي نفطر معاهم، عاد نمشي للدار باش نصايب الغدا. فوالا النهار بدا من هاد البلاصه وقلت نصورها لكم قبل ما نمشي. فوالا يلا هالبنات نهار جديد وفلوق جديد، نتمنى يعجبكم هالبنات. البنات وانا كنصور معكم وصلتني الورقه ديال واحد الكليه خصني نمشي نجيبها. دونك البنات حتى نتغدى ان شاء الله ونمشيو باش نجيبوها جميع. دابا البنات ندوزو للمرحله اللي باغا ندير معكم، هي باغا نصايب لي زيبيناغ. هنا قطعتهم وسلقت الروز باش ندير لي زيبيناغ مع الروز هكا يمشيو ليا مع داك الدجاج اللي شرمنا البارح. وقطعت الخضره بحال هكذا نوريها لكم باش نسلقوها، نديرها دابا تسلق
وكتسلق غير واحد شويه، غير تشد فراسها باش نسوطيوها في زيت العود والقزبر. دونك البنات انا غادي نخدم هذا الشيء ونوريكم ان شاء الله هاد لي زيبيناغ هادو البنات بلات بعدا بداتي زربانه انا. هاد لي زيبيناغ البنات سوطيوهم في الزيت هكا ولا الزبده، ولا شوفوا نتوما شنو بغيتو، حتى كيسخفوا ياك، وكنزيدوا لهم الملحه والبزار وكان لي شامبينيون، وكنرافقوهم مع الرز. فهمتوا البنات؟ نخلطوهم مع الرز هكا ونرافقوهم معاهم. يلاه البنات انا المهم اللي خدمتها راه نجي نوريكم كل شيء كيفاش داير. بالنسبه للبنات لولدي نتوما عارفين عندي بيبي صغير، وهذا غندير ليه البوري ديال البطاط ديال القرعه مع البطاطا اليوم. ولدي بالنسبه ليه تقريبا دابا عنده 7 شهور ونص، فهادو كافيينو زعما بوري. غنطيب نسلق البطاطا القرعه ونسلق البطاطا حتى هذا يتعجنوا، وغادي نطحنهم ليها البنات. بالنسبه للوليدات البنات واحد النقطه مهمه، بالنسبه للوليدات اللي عندهم 6 شهور اللي يلاه كتبداو لهم الماكله، كنعرفوا كاملين بان كنبداو لهم الماكله في 6 شهور. فالوليدات اللي كتبداو لهم الماكله في 6 شهور، في الاول بداو لهم نصيحه، بداو لهم غير بالماء ديال الخضره، تتبداو بالماء ديال الخبز بوحدو، الماء ديال البطاطا بوحدها. اول حاجه تتبداو بها هي الماء، الماء ديال البطاطا، الماء ديال الخبز، الماء ديال القرعه الكورجيت، وكتبقاو غاديين حتى كتجربوا ليه الماء كله. عاد كتوليو تعطيوه الماء ديال الروز وكتبقاو غاديين. ومن الاحسن بالليل باش ينعسوا لكم وليداتكم مزيان ويكونوا مرتاحين. ف النصيحه تعطوهم الشوفان، الشوفان بطريقه كيفاش. من الاحسن انكم تعطيوهم طيبوه مزيان وتعطيوه اليوم يكون هكا عاقد، حيت الشوفان كينفخ. وعاد تعطيوهم الرضاعه ديالهم ديال الليل اللي موالفين كتعطيوهم، باش ان شاء الله ينعسوا لكم هكا حتى الصباح، تينعسوا تقريبا حتى ديك 6 د الصباح هكا تيولي يفيق باش يرضع الرضاعه ديال الصباح. فمن الاحسن لوليداتكم فاش تبداو لهم الماكله، حيت كيوليو كيفيقوا. علاش كيفيقوا لكم بالليل؟ لانهم كيجيو من الجوع. فمن الاحسن لوليداتكم تعطوهم الماكله شي حاجه اللي تتشبع، شي حاجه ثقيله بالليل. هذه هي النصيحه اللي غادي نعطيكم. وان شاء الله كيف قلت لكم دابا غنصايب ليه غير هكا بوري ديال 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 القرعه مع البطاطا، صافي هذا ما كان. المهم ان شاء الله تشوفوا المراحل ديال التطور ديال الابن ديالي كاملها، وكل مره نوريكم افكار هكا اللي كنجي ليه في الغداء. اذا عجبوكم هذا النوع ديال الفيديوهات، يعني بغيتوا تعرفوا اكثر على وليداتكم او شنو انا كنعطي لولدي، فقولوها لي البنات في التعليقات، واكيد اكيد ما غاديش نبخل عليكم. فوالا البنات هادو هما الطبق ديال الرز كيفاش كيجي مع لي زيبيناغ. وهذا بالنسبه لهاد لي شامبينيون، انا درت غير هادو ديال الكونسيرف. الا كانوا عندكم طريين كيجيو حسن، فمن الاحسن ديروهم طريين. هادي حاجه بالنسبه للبنات ترافقوا بهم هكا داكشي ديال المشاوي كيجيو زوينين، القتبان وداكشي هكا كيجيو معاهم زوينين. بالنسبه للخضره اللي صوتيتها البنات هاك، درت لها شويه ديال البزار والملحه والقزبر والمعدنوس وصوتيتها فوالا في زويته بلديه. ها نتوما كنخلي معاها زويته بلديه، مثلا حميداش. دابا البنات ندوزو نوريكم كيفاش غنديروا الدجاج. فوالا البنات دابا غنوريكم الدجاج. انا غادي نجبدو من داك الباكي اللي كنت درت معاه البارح الثومه وداكشي كله. هو شنو غادي نحتاجو؟ نحتاج الدجاج اللي درنا، وغادي نحتاج الشيبس، ماشي شيبس لا، كورنفليكس داك ديال الدايت. غادي تفرتوه البنات بحال هكا، تبجغوه مزيان مزيان مزيان، سواء ولا ديرو لا شابلوغ، ولكن البنات صدقوني بهاد كورنفليكس ديال الدايت كيجي زوين فريمون، كيجي فيه واحد الكروستيونت زوينه، وتيجي حتى في البنه بنين. فوالا كديروهم بحال هكذا. غادي نحتاج الدقيق، غادي ندير معاه الملحه والبزار، وغادي نحتاج البيض البنات بحال هكذا. دونك اش غادي ندير؟ غادي نسبق هو الاول، كناخذ الدجاج بحال هكذا مرسو هكا طويل، ولا فريمون هذا المرسو بحال هكذا، كنديرو في الدقيق هو الاول بحال هكا،
حتى كنفندو على البنات في الدقيق بحال هكذا، وكنجيبو نديرو في البيض، وعاد من بعد كنديرو في هذيك الكورن فليكس بحال هكذا. عرفتي راه كيجي بحال ديال كينتاكي وكيجي بنين فوالا. ومن بعد نحطوهم في واحد الطبيسيل بحال هكذا باش نقليوهم. انا فاش نساليهم نوريهم لكم البنات كيفاش غايجيو. البنات دايره لي فريت في هاد لاباري اللي كتقلي بلا زيت فوالا، كديري فيها غير لي فريت بوحدهم وتيجيو فريمون زوينين وبنانين. دابا نوريكم كيفاش كيجي البلا فينال لي صاوبت. سمحوا لي البنات ما عنديش ليكليراج بزاف هنايا في صالا مونجي، ولكن فوالا ها هو الشكل كيفاش كيجي. هنايا درت هذوك لي زيبينار وداكشي ولي فريت مع الخضره سوتي، وهاد لي كروستيون ديال الدجاج. جربوهم البنات غادي يعجبوكم بزاف، غير زعما وجربوهم. البنات انا عاد جيت هنايا للبوسطه باش ناخذ هذيك الكوليه، ناخذها دابا وان شاء الله فاش نوصل للدار راني نشارك معكم شنو فيها. فوالا البنات بالنسبه لكوموند اللي خديت قبيله من الامانه، فوالا خديت عندها هاد العيبه هادي كتبيع هادشي ديال اكسيون. البنات خديت عندها واحد الطبيله تجي بحال هكذا في البيض، فيها جوج ديال الطاجيرات بحال هكذا. هذا هو شكلها. وخديت عندها هاد لي بلاطو هادو البنات بارتو وليتو تتشوفوهم. هاد ثلاثه ديال لي بلاطو فيهم المويان بلاش نوريهم لكم البنات. فوالا هكذا فيهم هذا صغيوار بحال هكذا، تيجي الشكل ديالهم بحال هكذا كيضرب فيهم داك الغفلي هكا، وفيه المويان والكبير ديالهم. وخديت هاد لو بو هذا كيجي بحال هكذا، و هاد لو بو هكا. وخديت هاد البريزونطوار ديال الحلوه اللي كيجي حتى هو بحال هاد الشكل هذا، فيه ستيل ديال لي بايات هكا. و كان هادي هي لا كوموند اللي خديت من عندها، وخديت من عندها حتى الزريبيات اللي غادي نوريكم دابا. فوالا هادو هما الزريبيات المدورين بحال هكذا البنات اللي خديت من عندها. المهم الا بغيتو غادي نخلي لكم السميه ديال لاباج ديالها الا بغيتو تاخذوا من عندها شي حاجه. حتى هي تعامل ديالها زوين وراقي. كيف شفتوا البنات راني قلتها لكم، انا ما تناخذش من عند وحده كلشي داكشي، يعني كل وحده كنشوف شنو اللي يعجبني عندها واللي بان لي رخيص عندها تناخذو عندها. فوالا هادي الوحيده اللي لقيت عندها هاد لي بلاطو هادو ب 260 درهم ابارامون. راه فيما كنقلب كنلقاهم بكثر، تلقاهم ب 330، كاين اللي كيبيعهم ب 310 300 درهم. المهم هي الوحيده اللي لقيتهم عندها ب 260 درهم وخديتهم عندها. وفوالا وهاد البريزونطوار هذا حتى هو ما عقلتش شحال كان الثمن ديالو، شي 340 ولا 360 والله ما بقيت عاقله شي حاجه بحال هكا. الاثمنه فريمون سي ابوزي، ولينا تلقاو الاثمنه ديال اكسيون فريمون غاليين. مي هاد السيده هادي حتى هي تدي الاثمنه زوينين. سيروا لعندها البنات وشوفوا الا عجبتكم شي حاجه بارابور لو بري اللي هي مقترحه عليكم. فوالا بقاو معايا البنات باش نكملوا النهار ديالنا، وان شاء الله تشوفوا كلشي داكشي اللي تشوفوا زعما النهار ديالي كيفاش غيسالي. فوالا البنات هادو هما لي مادلين تيطيبو، تيجي الشكل ديالهم هكا. من بعد البنات ونشارك معكم الوصفه بالديتاي. ودابا غادي نكتب لكم حيت هي غير كيتخلط، دونك غنخلي لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف احسن. هاني رجعت لكم البنات، هذه 7:30 دابا، ودخلت دوشت انا ولدي، لبست لي حوايجو هو الاول، ودابا غادي نلبس بيجامتي انا وغندير هاد الريحه هادي ديال فيكتوريا سيكريت البروم، والريحه ديال العود هادي ديال عود مود كتحمقني ريحتها، فيها ريحه البخور ريحه العود حتى هي غزاله بزاف بزاف. ان شاء الله دابا كيف شفتوا غادي نلبس حوايجي ان شاء الله ونمشي باش تاكلوا معايا الكوتي. هذا النهار ديالي بلا زواق بلا حتى حاجه، دوزتكم نهار كامل.
من بعد غادي نهضر معكم على لابغوس، حيتاش اخر مره بزاف سولوني على لابغوس وعلى ديال لي بوان نوار. غادي نهضر معكم عليهم واحد شويه، دونك بقاو معايا البنات. السلام عليكم البنات، دابا جا سوقيت الكوتي، جيت باش نديرو معنا الكوتي البنات. غادي نديرو الكوتي دابا هنايا، وجدت ليهم هادوك لي مادلين اللي وريتكم. نتمنى تجربوا الوصفه ديالهم، لانها نخليها لكم اما في تعليق مثبت او لا في صندوق الوصف. فوالا نتمنى تجربوها. هذيك لاباري صدقات ليا غزاله بزاف، هذه اللي تصايب لي مادلين، كانت ربحتها معايا مريم نوان. نتمنى حتى هي تخلي في التعليقات كيفاش جاتها. فوالا هنا البراد ديالنا ديال اتاي، وهنا دانون، وجدت ليهم المسمن معمر بالشحمه. بطبيعه الحال كاملكم كتعرفوا كيفاش تصايبوا المسمن بالشحمه، داكشي علاش ما وريتكمش فاش كنصايبوه، ما وريتكمش المقادير ديالو. وهنايا داكشي اللي تندوزو مع ليهم الفرماج والزيت ولي كونفيتور. هنايا شويه ديال الكاشر والفرماج احمر وشويه ديال لي مادلين عاود. وفوالا لو بان كندير الخبز كومبلي، هذا اللي كندير وخلاص. دونك البنات نعاودو نتلاقاو من هنا لواحد شويه باش نديرو العشاء ديالنا، وكذلك نهضر انا وياكم على لي زاباغاي ديال الوجه. فبقاو معايا البنات، وخليت لكم الراحه. فوالا البنات، هذا هو العشاء ديالنا، بيتزا. غنتعشى انا وراجلي حيتاش وليداتي هذا نعسو صافي الليل هذا. دونك فوالا هذه هي البيتزا اللي درت بالدنجال والكفته والفلفل فرماج، دونك عاديه. وفوالا هذه هي الجلسه ديالنا البنات، هذا مكان. هادشي البنات غادي نقول لكم نتلاقاو من هنا لواحد شويه باش نهضر انا وياكم على لي زاباغاي اللي كنت خديت من علي اكسبريس. يلاه البنات بون ابيتي، تنعاودو نتلاقاو واحد شويه. البنات جيت دابا باش نهضر معكم على هاد لي برودوي هادو. هاد لاباغاي هادي كنت قلت لكم غادي نعطيكم الراي ديالي فيها وكيفاش جاتني. وهاد اللعيبه البديل الارخص ليها اللي كتباع عند مالي الماكياج، هادي الشكل ديالها الا كتلاحظوا راه خفيف بزاف. هادي ديال البشره الحساسه فريمون خفيفه بزاف بزاف، وهادي ديال البشره الدهنيه شويه، لان الا رديتوا البال الاسنان ديالها كبارين شويه. هادي بالمانيويل كتقدروا تحكوا بها هكا بيديكم. هادي زوينه بزاف بالنسبه ليوميا، غزاله بزاف. وهذه حتى هي زوينه بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره حساسه الا رديتوا البال. فوالا نتمنى تكون باينه لكم. فيها هنا شعيطات صغيرين بزاف بزاف مقارنه مع الاخرى. فوالا ها هي، نتمنى تكون باين لكم الاسنان ديالها. فوالا خفافين مقارنه مع هذه البنات، راه الاسنان ديالها كبارين. فوالا هذه اللي خديتها البنات، فيها حتى هي البشره الحساسه. فوالا سنانها راهم رقاق بزاف بزاف، يعني كتشبه لهادي اذا لاحظتوا. ومن الجهه الاخرى فيها هاد البلاصات الكبارين، يعني كتشبه لهادي، يعني تقدروا تحكوا بهادي وهادي عندكم في وحده. هادي كتشارجا بالضو من هنايا، كديري الصابون السائل ديالك، انا كنحك بهاد البلاصه الرقيقه، كتشعليها من هنا كيبدا يشعل، كتزيدي في النسبه ديال السرعه كيف ما بغيتي. هادي كتغسل وكتنقي او ميم طون كدير ليك ا ماساج الفيزاج ديالك. دونك بالنسبه ليا زوينه، ولكن راه كاين الحل البديل الارخص ليها ب 13 درهم، من 10 درهم حتى 13 درهم عند مالي الماكياج. الا بغيتو بحال هادو اللي تحكوا بهم هكا بيديكم، تتبقاو ديروا هكا حركات دائريه بيديكم، هادو راهم كافيين للغرض. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا الماساج لوجههم او ميم طون، فهذه حتى هي راه زوينه ورخيصه. ندوزو الوحده ديال لاباغاي ديال لي بوان نوار. فاش حطيت لكم البوست انني خديتها من علي اكسبريس، كانت قالت لي البنت بلي راها دارت ليها دي طاش بلو في الوجه، وصراحه انا في ديك الوقيته خفت ما قدرتش نمسها ولا نقيسها.
فريمون خفت. كنت غادي ندوش وقلتها لمرت خالي وقالت لي لا راه سا ديبون ديال لو فيزاج ديال الواحد، يعني كاين اللي كدير ليه وكاين اللي لا. ساشون كو سمحوا لي البنات بغيت نحلها، انا عندي فلابو ديال لي بوان نوار اللي عندي داخلين شويه تحت من الجلد، يعني ما تيكونوا صعابين يتحيدوا، ماشي دوك لي بوان نوار العاديين. صراحه قال في ديك الوقيته مشيت جربتها على راجلي هو الاول، هو عنده لي بوان نوار هكا كبارين، كتعرفوا الرجاله كيكونوا عندهم لي بوان نوار هكا كبيرين، فصراحه تقال حيدت لي شويه، مع العلم انني ما درت ليش داك البخار ديال الماء وداك الشيء، يعني جيت وحطيت عليه نيشان فوق من وجهه وحيدتهم لي. من بعد تشجعت ودرت انا داك اللعيبه هكا البخار وجربتها. البخار اللي درت ماشي هو انني درت داك هكا على الوجه البابور وداكشي، نو يعني غير دخلت الحمام هكا دوشت ومن ورا لا دوش درتها جربتها، فعلا البنات فريمون حيدات ليا، ما درتش ليا كدمات، انا درت غير السرعه الاولى ما درتش السرعه بزاف، ولكن حيدات ليا لي بوان نوار وميم طون ما درتش ليا، يعني ما زرقتش ليا وجهي صراحه قال. وما كانش كتجرب شي قوه نيت صراحه، يعني ماشي شي قوه اللي فريمون حاره او اللي غادي تطير لي وجهي، ساشون كو قبل منها كنت كندير لي باتش ديال نيفيا، كانوا بالعكس والله العظيم كانوا كيحيدوا لي الجلده بهذا المصطلح، مي هادي الحمد لله الي بيان. البنات اللي بغاو يستعملوها كنصحكم بها، غير هما حاولوا تستعملوها بالطريقه الصحيحه. البنات الا بغيتوا تعرفوا اون ديتا كيفاش استعملتها قولوها ليا في التعليقات، وان شاء الله نعطيكم الراي ديالي بالطريقه المفصله ان شاء الله. بالنسبه للبنت طابيا اللي خديت من عند الديكور ديالي، تحيه ليها فريمون، انا كومونديت من عندها حوايج اخرين لان عندها اثمنه جد مناسبه حتى هي. كيف قلت لكم البنات كل وحده كناخد عندها اللي انا مناسبني، تبارك الله كل وحده فيهم تعامل عندها راقي، كتعرف تتعامل كتعرف هذا. الديكور ديالي دايره اون باج لي الله بدات فيها ودايره اثمنه هي جد مناسبه. البنات هادشي ماشي سبونسوريزي، راني تنقولها لكم، كنحاول ماكسيموم نجيب لكم بنات اللي كيديروا حوايج بثمن مناسب. الديكور ديالي كومونديت عندها وعجبني التعامل ديالها، عاودت كومونديت عندها، مازال كنتسنى لا كوموند الثانيه توصلني، اون فوا غتوصلني عنعاود نوريها لكم. وكيف قلت لكم هذوك الطبالي اللي انا وريتكم فراه قلبت عليهم باخت، والله العظيم البنات كاين اللي داير ليهم 420 درهم 450 درهم، كاين اللي كيدير ليها مهم اثمنه زعما كبارين. فاش لقيتها عندها بداك الثمن هزيتها بلا ما نتشاور، وحتى لي بلاطو البنات قلبت عليهم بارتو كنلقاهم ديما غاليين، هي الوحيده اللي لقيتهم عندها بداك الثمن هكاك مناسب، وداك لو بو هو مهم داكشي كلشي اللي خديت من عندها عجبني بزاف، وكنتسنى لا كوموند تانية تجي ان شاء الله، اون فوا غتجيني اكيد اكيد غادي نبارطاجيها معكم حتى هي. من هنا لديك القطع خليت لكم راحه البال، غنسد الفلوق ديالي هنا، الله يجعل شي بركه. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، نتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه عليكم. البنات شجعوني بارطاجيو القناه ديالي، نحاولوا نكبروا لا كوميونيتي ديالنا، كنبغيكم بزاف وبيكم ان شاء الله غادي ننجحوا. كنبغيكم بزاف البنات، وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله. بسلام عليكم حبيباتي.